مشاهير يواجهون نزيفا في حساباتهم بسبب صمتهم عن غزة. انطلقت شرارة هذه الثورة الرقمية من وسم بلوك أوت 2024 على موقع إكس، حيث تبنى ناشطون هذه الحملة داعين إلى إلغاء متابعة المشاهير وحظرهم. وتناقلت وسائل التواصل صورا صادمة لحسابات مشاهير فقدت آلاف المتابعين في وقت قياسي، كشكل من أشكال العقاب على صمتهم وتواطؤهم مع الرواية الإسرائيلية. ولم تقتصر الحملة على المشاهير فقط، بل شملت أيضا وسائل إعلام متهمة بالتحيز إلى الرواية الإسرائيلية. ومن بين أبرز المشاهير الذين تأثروا بشكل كبير بحملة المقاطعة، تايلور سويفت، بيونسي، كيم كارديشيان، دريك، ليدي غاغا، دي جي خالد. ولم تتوقف الحملة عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت إلى الدول العربية أيضا، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بحظر المروجين للشركات الداعمين لإسرائيل. فما هي قصة هذه الحملة؟ وكيف بدأت كرة ثلج المقاطعة؟ بدأت الحكاية بتصريح صادم للمؤثرة الأمريكية هيلي بيلي في حفل ميد كالا الشهير، حيث قالت: دعهم يأكلون الكعك. هذه العبارة التي تعود إلى ملكة فرنسا ماري أنتوانيت، والتي قيلت عندما اشتكى الفرنسيون من عدم وجود الخبز بسبب الفقر، أثارت غضبا عارما بين المتابعين الذين اعتبروا كلام هيلي إسقاطا على معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. وتسبب هذا التصريح بهجوم عنيف على هيلي، ما دفعها إلى الاعتذار للجماهير. لكن ذلك لم يوقف حملة المقاطعة التي انطلقت بقوة. يأمل المشاركون في الحملة أن تؤثر هذه المقاطعة سلبا على ثروة المشاهير عبر لفت أنظار المعلنين إلى تراجع أعداد المتابعين.